عوالق ترابية في مناطق مختلفة وزخات أمطار في مناطق الجنوبية ورياح نشطة في جدة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن بدأت بالتراجع موجة الغبار التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية، وكما نشاهد هنا في سرعة هبات الرياح خلال فجر الليلة القادمة بمشيئة الله ستعاود الرياح لتنشط في منطقة الربع الخالي مع ساعات الفجر، أما مع ساعات النهار ستعاود الرياح للنشاط في معظم مناطق المملكة بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث هنالك أتربة عالقة في الأجواء والأجواء مغبرة، لتكون درجة الحرارة 27 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الأربعاء تكون مغبرة، درجة الحرارة 40 درجة مئوية و28 درجة مئوية في ساعات الليل. أما يوم الخميس تكون الأجواء صافية نوعا ما، لتكون درجة الحرارة 42 درجة مئوية وليلا تكون 28. أما يوم الجمعة تعود لتصبح مغبرة أيضا مع 43 درجة مئوية نهارا و30 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة. في سكاكا الأجواء صافية من 35 إلى 24، في عرعر كذلك الأمر من 34 إلى 22 درجة مئوية، في تبوك الأجواء مغبرة من 36 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في منطقة مكة المكرمة من 43 إلى 29 درجة مئوية في ساعات النهار، الأجواء صافية. في الطائف من 34 إلى 24 ليلا، في المدينة المنورة أيضا أجواء صافية من 42 إلى 28، في جدة غيوم متفرقة من 37 درجة مئوية إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في أبها والباحة فهنالك احتمال لزخات أمطار رعدية، لتكون درجة الحرارة نهارا في أبها 31 درجة مئوية وليلا 20 درجة مئوية. أما في الباحة من 29 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. في جازان غيوم متفرقة من 35 درجة مئوية إلى 30 في ساعات المساء. أما في الدمام هنالك غبار من 37 إلى 29 درجة مئوية، غبار في الإحساء من 40 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية، في حفر الباطن من 38 إلى 26 درجة مئوية، وأيضا الأجواء تكون مغبرة. في الرياض كذلك الأمر أجواء مغبرة من 40 إلى 28 درجة مئوية، في بريدة أجواء صافية من 39 إلى 29، في حائل من 36 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.